معالي محافظ. صباح الخير يا فندم، والف الف مبروك. صباح الخير يا فندم، اهلا والف بيك، مبروك اهلا للشعب اهلا المصري بيك. وشعب الغربيه وشعب بسيون وقريه ناجريج، كلهم بقول لهم الف مبروك عشان محمد صلاح اللي عمله امبارح كان حاجه جميله فعلا. طبعا لمن لا يعلم احنا ليه يعني سعداء بوجود معالي محافظ الغربيه معانا على التليفون، وليه هو بيهني كل شعب الغربيه وتحديدا اهل بسيون الجميله، لانه محمد صلاح العالمي الحقيقه، محمد صلاح من قريه بسيون. نجريج، افندم، قرية نجريج في بسيون. قريه نجريج في البسيون. تمام. طيب، واسمح لي كمان معالي المحافظ ان انا وحضرتك معايا على التليفون كمان اخد هاتفيا الحاج صلاح العناني، والد والد محمد صلاح. كابتن محمد صلاح. يا صباح الخير يا حاج، والف الف مليون مبروك يا ابو البطل. صباح الخير عليكم كلكم، وصباح الخير على المصريين والبلد الحلوة الجميلة مصر الحبيبة. وطبعا وعليك. انا بنهدي الاول الفوز ده للمصريين اللي كانوا محتاجين الفرحة دي من سنين طويلة، أوي. وبهديها طبعا للمسؤولين والسيد الرئيس السيسي على رأس الكل والقادة، وبهدي برضو لمحافظة الغربية السيد الوزير أحمد ضيف، وأشكره طبعا على الاهتمام الزائد بمركز بسيون، وكل ده طبعا حب في محمد صلاح. طبعا، وطبعا احنا نحمد ربنا ونشكر فضله ان ربنا وصلنا في الدقيقة 65، وما كانش حد متوقع ابدا ابدا ان احنا هنوصل تصفيات المونديال، لكن الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله، ودي فضل من ربنا علينا كلنا، لان الشعب ده شعب غلبان، والشعب ده كان محتاج الفرحه دي من سنين طويله قوي. انت طبعا عارف يا حاج صلاح يعني المصريين بيدعوا قد ايه لكابتن محمد صلاح وبيحبوه قد ايه، وهو قدوه حسنه وجميله لشباب مصر وشباب دول كتيره حقيقه. قد ايه ربنا يا رب يحفظه من كل شر وسوء. معالي المحافظ، كان التفكير امبارح، ممكن دي اللي برضو لسه ما يعرفش المعلومه دي او الخبر ده، انه في قرار من عند حضراتكم باطلاق اسم محمد صلاح على مدرسه بسيون الصناعيه اللي هو متخرج منها. كان القرار ده يا فندم ليه، وبلغتوا بيه كابتن محمد صلاح واسرته الكريمه امبارح، ولا ايه اللي حصل؟ احكي لنا التداعيات كده، التفاصيل. عقب انتهاء صفارة الحكم وإعلان مصر بالفوز وتأهلها لمونديال إن شاء الله لكأس العالم في روسيا، أنا خدت القرار على طول وأعلنته إن إحنا إن شاء الله هنطلق أو أطلقنا فعلا اسم اللاعب الخلوق المؤدب المحترم العبقري محمد صلاح على اسم المدرسة الثانوية الصناعية في مركز بسيون. انا ما رضيتش اطلقه على مدرسه ابتدائي ولا اعدادي ولا اي حاجه، اطلقته على المدرسه الثانويه اللي هو هيتخرج منها، ده يعني تكريما له ولاسرته. الاسره يمكن الحاج صلاح معايا وسمعنا على الخط، الحاج صلاح واسرته ووالده محمد صلاح وحرمه وبنته كارما، حاجه جميله كلهم، حاجه يعني عيله جميله واسره جميله، يستاهلوا ويستحقوا كل تكريم وكل تخريم. الكلام اللي انا عملته المرة دي ما اتعملش في أي ماتشات على مستوى العالم ولا مع أي لعيبة على مستوى الأيام الماضية، لكن أنا المرة دي حسيت إن محمد إدى بسمة لكل الناس، إدى أمل لكل الناس ولكل المصريين إن هم اللي بيجد وبيشتغل وبيعمل لا بيكافئ، وإن الشعب كله بيكافئه بالمحبة والروح والسهر اللي كان موجود في ربوع مصر كلها والعالم كله لغاية الساعات الاولى من الصباح. احنا النهارده واجب علينا ان احنا نكرم، وفي اللحظه اللي انا بكلم سعادتك فيها دلوقتي بيتم رفع اللوحه وتغيير الاسم على المدرسه الثانويه الصناعيه. الله اسم الله محمد صلاح. الله، انتوا اول ناس تنفردوا. احنا سعداء جدا اننا في صباح دريم يعني معانا بهذا الخبر، معانا الحاج صلاح العناني والد كابتن محمد صلاح، ومعانا معالي محافظ الغربيه اللي هو احمد ضيف صقر، وحالا دلوقتي واحنا على الهواء احنا الثلاثه بنتكلم. سعيده جدا انه بيتم بالفعل تعليق اليافطه الجديده للمدرسه، مكتوبا عليها او خليني اقول بقى محفورا عليها اسم محمد صلاح، زي ما حضرتك قلتي معالي المحافظ، هذا الشاب الخلوق قبل ما يكون رياضي، هذا الشاب الخلوق الجميل ابن الأصول اللي متربي التربية المصرية الأصيلة حقيقي.
انا سؤالي الثاني لحضرتك معالي الاول بس حاج صلاح يعني نعم معالي محافظ عمال يتكلم على يعني التربيه وحقيقي يعني تسلموا وتسلم التربيه والاسره الجميله اللي طلعت لنا الشاب الجميل الخلوق ده يا حاج صلاح. الله يخليكي. طبعا انا بشكر سياده الوزير المحافظ احمد ضيف على اطلاق اسم مدرسه صناعيه ثانويه صناعيه باسم محمد صلاح، وطبعا ان طبعا سياده الوزير المحافظ قعد مع محمد اكثر من مره وشاف اخلاق محمد صلاح كويس قوي، وطبعا بعيد عن اي حاجه الحمد لله نحمد ربنا ان احنا ربناه تربيه كويسه، واحنا كل اللي احنا كنا بنتمنوه ان احنا نصعد. والله في صلاتي امبارح طول النهار ان انا بدعي ان احنا نصعد كاس عالم سواء على ايد محمد او غيره او اي حد عشان نفرح الشعب المصري، الشعب اللي محتاج الفرحه دي من سنين طويله قوي. وطبعا انا بشكر السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي والقاده الرؤساء والوزراء بالكامل على اهتمامهم بكل حاجه في محافظه الغربيه وكل ده علشان محمد صلاح. وبشكر مره ثانيه سياده الوزير المحافظ احمد ضيف لاطلاقه اسم مدرسه باسم محمد صلاح، مدرسه محمد صلاح الثانويه الصناعيه. وطبعا ده اتمنى من ربنا ان محمد يدينا اكثر واكثر ان شاء الله في السنين القادمه ان شاء الله باذن الله. خليك معايا يا حاج صلاح. معالي المحافظ سؤالي الاخير لحضرتك، في كلام يعني ربما وده انا الحقيقه فرق معايا قوي ان انا ابرزه او اتكلم عنه، لانه دايما الصوره متاخده على لاعب الكوره الفنان المشهور الاعلامي اي حد يعني اي حد في اضواء عليه انه الناس دي بعيده عن مشاكل الناس وان الناس دي يعني بتاخد ملايين قد كده وما بت ما يعني لا تساهم في تنميه البلد او غيره، لكن الحقيقه من الكواليس في كلام كتير، في حاجات بيتبرع بيها كابتن محمد صلاح وبيعلن عنها وبيتم الاعلان عنها، لكن الحقيقه كمان الحقيقه من الكواليس اللي احنا واثقين فيها انه في كمان تبرعات كتيره جدا ومساعدات خليني اقول ومساهمات منه لابناء قريته ولابناء محافظته، حاجات متعلقه كمان بالتربيه والتعليم وبالصحه. لا هو محمد يعني الكابتن محمد حاجه جميله، انا في اكتر من جلسه معاه ابدى استعداده لكل شيء، وهو ساهم في بعض المدارس عندنا بتبرعات كبيره تتجاوز الملايين، وفي المعهد الديني وبرضه في احدى المستشفيات بالاجهزه الطبيه. هو ما بيبخلش على ابناء محافظته باي شيء ان هو يقدمه، وانا من خلال باسم ابناء باسم محافظه الغربيه كلها بقول له شكرا يا كابتن محمد، رفعت اسم مصر فعلا ورفعت اسم محافظه الغربيه فعلا، وبنقول له شكرا شكرا شكرا، وبندي دي رساله لشبابنا كلهم في كل واحد في مجاله لما هيجود ويبدا ويبذل ويعرق لا هيلاقي ان شاء الله. بقول الحاج صلاح عايزينك تبخر محمد كابتن محمد، ما تخافش عليه من الحسد ان شاء الله ربنا يكرمه على طول يا رب ويصونه يا رب، وهم يعني يستاهلوا كل خير، يستاهلوا كل خير بادابهم واخلاقياتهم المعهوده والمعروفه كلها في محافظة الغربية. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي المحافظ سيادة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية. حاج صلاح ألف مبروك مرة تانية، وبجد والله أنا واثقة أنه أي مصري دلوقتي نفسه يوصل للكابتن محمد صلاح أو لوالده أو لوالدته ويقولوا لكم تسلم التربية، تسلم الحاجات الحلوة اللي ربيتوه عليها علشان النهاردة وهو بيفرح الملايين دي كلها، يا رب يديم عليه النعمة دي يا رب، ونعمة حب الناس ليه كمان، من أحبه الله حبب خلقه فيه، يا رب يديم عليه نعمة كمان وكمان. لكن الحمد لله عمرنا ما شفنا قدامنا حد مغرور أو حد بعيد عن مشاكل ولاد قريته أو أهل بلده. ألف مبروك يا حاج صلاح. وقول لي سؤال بقى، سؤال أخير كده بجد بالأمانة، يعني محمد صلاح الابن بار بوالديه واكتر حاجه كده في رابط بينك وبينه فيها ايه يا حاج صلاح؟ طبعا محمد مش ابني، محمد اخويا كل حاجه بالنسبه لي. محمد ربى تربيه كويسه، طبعا عارف ربنا كويس قوي، بر باهله بالكامل، بر باهل قريته، عامل حاجات طبعا ده احنا مش محتاجين نتكلم فيها، الناس هم اللي يقولوا، الناس اللي هم اساسا بتوصلهم الحاجات ديت هم اللي يقولوا من نفسهم. لكن الحمد لله رب العالمين عمره ما كان طماع، وعمل الخير بالذات لما اكلمه في اي حاجه يقول يا بابا ما تشرنيش،
عمل الخير تجارة مع ربنا ما بتخسرش، فدي كلمة محمد على طول، تاجر مع ربنا ما فيش مصاركة. الحمد لله ربنا، الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله، وربنا يديله على قد نيته يا رب يا رب، ويحفظه يا رب من كل شر وسوء، ويحفظه من الحسد ومن العين، ويبارك فيه يا رب، ويفضل كده يا رب مفرحنا دايما. بشكرك والف مليون مبروك يا حاج صلاح، حاج صلاح العناني والد كابتن محمد.